تترك الموت نهار بالنهار نهار بالنهار كنحس بهاد الالام. الى مت انا غيبقاو بنات وشردي. الحالة ديالي مع مرض السرطان، انا كنطلب الله المحسنين عشي محسن يعاوني في الدواء، ما بغيتش شي حاجه، بغيت عاد الدواء صافي، انا بغيت الدواء لوليداتي، انت قاعده لوليدات. عانيت بنتي، عانيت مع مرض السرطان، واللي كيعرف مرض السرطان راه هو اليم وكيطحن في الذات. كيف ما كتشوفوا معانا، معانا هاد الام اللي ديجا كانت مريضه بالسرطان في الثدي، واليوم معانا الابنه ديالها اللي كتعاني من السرطان في الثدي، وكل عائله تقريبا كتقول هاد السرطان راه وراثي، العائله ديالنا كلها فيها السرطان. قدر الله ما شاء فعل. اليوم السيده فاطمه الزهراء عندها 5 الوليدات، كتنشط القلوب الرحيمه، مشات باش تعالج، طلبوا لها 3 ديال المليون. مرحبا بك اختي فاطمه الزهراء. السلام ورحمة الله. لاباس عليك؟ بخير الحمد لله، اللهم لك الحمد. حكي للمشاهدين المعاناة ديالك. المعاناة ديالي هي مع مرض السرطان، كنعاني منه، درت العملية على المصران ودرت العملية على الثدي، ودابا منين بديت كندير في الحصاص، درت الحصاص ديال الدواء الاحمر، كيف ما كيعرفوا الناس كاملين الدواء الاحمر بالثمن ديالو، انا ما عندي لا ميتيال لا كيس لا حتى شي حاجه. درت راميد ما قبلوهاش ليا، دابا ما بغيت نجدد ثاني الراميد، قالوا لي سيري حتى لشهر 8، درتها في شهر 8 ومي بغيت نعاودها طلبوا لي ثاني حتى لشهر 8، ودابا شهر 8 بزاف وانا حابسه الدواء، حيت طالبين لي 3 مليون الحصه، باقي خاصني 3 الحصص. واخا في الاول في البدايه ديال العلاج ما كانش هاد المبلغ كامل؟ لا، كنت كنشري 74، هادشي باش كنت كنشري الدواء. 74 الف ريال شريت الدواء الاول، دابا ملي مشيت بغيت ندير واحد الحصه الرابعه لقيت الدواء داير 3 المليون. تفاجأتي؟ تفاجأت ملي مشيت عاد مول الفرماسيه ندخت، قالت لي خويا راه بزاف هاد المبلغ، قال لي هادشي اللي عندك 3 المليون حاطيلو، وما جيت نسول 3 المليون باقي لي 3 الحصات من غير قال لك واحد البرا اخرى الحميه، انا بغيت نكمل على الحصاص وديك الساعه نشوف اللي دار الله هي اللي كاين. ما لقيتش اختي وبرك، دابا شهرين وانا باركه ما لقيتش واش ندير الدواء، وانا اصلا حتى السكنه ما عنديش، كنت ساكنه في الديور ديال ايلا السقوط، وخرجونا هاد الدوسي ديالي ها الوراق ديالي كلشي كاينين، خرجونا بقى كنتسنى انا باركه مع الام ديالي. انت الحاله ديالي، الحالة ديالي مع مرض السرطان، أنا كنطلب الله المحسنين عشي محسن يعاوني في الدواء، ما بغيتش شي حاجة، بغيت عاد الدواء صافي، أنا بغيت الدواء لوليداتي، أنت قاعدة لوليدات، وما السكنة ما هامانيش، السكنة راه نوض ولا شيط ليا الله العمر نخدم وثاني نسكن كيما كنت ساكنة مع وليدات. دابا جيتي عند الوالدة ديالك؟ ساكنة مع الوالدة ديالي، عجوج البيوت ومريحين، باركة معايا، جاني الكرا غالي ومع الدواء ما قدرتش، على الفانيت 3 الفانيتات كنشريهم 18 ألف ريال، ها هما 3 الحبات ب 18 ألف ريال، هو اللي عارف هاد الدواء راه يقول لك 3 الحبات 18 ألف ريال، هذا من غير الدواء ديال المعدة، من غير المدة هذي كتشربهم في هذي 3 أيام، كل 21 يوم كنشري 3. كل 21 يوم فيما نبغى ندير الحصه خصني نشري 3 من هاد الدويات. وها هما الحاله ديالي كيفاش دايره، كلشي انا باغا شي محسن يشري لي عدو، ما يعطيني مولي دي الورقه ويشري لي الدواء نمشي ندير الحصه. بغيتي شي محسن يتكلف لك بالعلاج؟ عب العلاج ديالي، انا غير الدواء ديالي يشري لي ونمشي ندير الحصه، انا حيت راميد ما عنديش، قالوا لي حتى لشهر 8 وبزاف عليا الحريق. الحريق تبع العلاج ديالك ب40 على كارت ديالي. موليزكو على كارت ديال 40، نمشي شعاده. دابا رداتني الطبيبه قالت لي سيري تديري حل هالورق، قالت لي ديري حل لراسك وجي ديك الساعه، قالت لي جيبي راميد، جيبي الخلاص اللي درتيها جيبيها وجي هالورقه اللي عطاتني دابا محلوله، قالت لي الوقت اللي جيتي راميد ولا الدواء. باش يعرفوا حتى المشاهدين الان انك كتعاني بزاف، ماشي غير مع المرض، كتعاني حتى مع الدار ديالك اللي كتسكني فيها، ايلا للسقوط جات اليوم كتسكن مع الوالده ديالها. اذا نشوفوا الوالده ديالك، حتى هي كانت مريضه بنفس المرض. السلام عليكم لالا. السلام ورحمه الله. لاباس؟ الله يحفظك بنتي، الله يخليك صحيح، الله يبارك فيك، خليك صحيحتك ان شاء الله. عانيتي بزاف لالا مع مرض السرطان؟ عانيت بنتي، عانيت مع مرض السرطان، واللي كيعرف مرض السرطان راه هو اليم وكيطحن في الذات وصعيب، صعيب بدواه. انا مازال لقيت الراميد،
قط الرميد الله يخلف على سيدنا ويكثر وجه المحسنين. وقفوا معايا الناس، داويت ودرت الدواء ودرت شويه الحمد لله والشكر لله، ولكن بنتي محنه بزاف. بنتي انا اللي جت ضرائيها لا تسقط، انا اللي جت جالسه معايا، ودابا كنطلب من الله وقلوب الرحيم يعاونوها على وجه الله على وجه دوك البنيات. انا ما بغيت حتى شي حاجه، بغيت غير شي محسن ولا شي محسنه، وبقات في هاد البنت تعاونها غير بالدواء. انا ما بغيت والو، بغيت لبنتي الدواء على وجه دوك الوليدات، خمسه د الوليدات، والدار إهالة السقوط، وأنا جالسة أنا وبنتي في خمسة متر، في بيض ديال خمسة متر أنا وليداتها. حمدت الله وشكرت وكنطلب من الله وقلب الرحيم يشوفوا لوجه الله، لوجه الله اللي بقات في هاد البنت يعاونها لوجه الله، لوجه الله. أنا جهدي محدود، أنا وبنتي عندنا مرض سرطان، أنا براسي راني واقفة بزز على وجه الله وعلى وجه هاد البنت. كاع العائلة، الوالدة ديالي، الأخت ديالي، الوالدة ديالي ماتت به، الأخت ديالي ماتت به، أنا فيه، راجلي كان هو فيه مات به، الله يرحمه ولي برحمة الله كاملين مات به، دابا فيا أنا وفي بنتي وفي ولد خالي، كنا فينا مرض السرطان، وبناتي ثلاثة عاطينهم يديروا الطكس على حساب السرطان. الطبيبة قالت لها ضروري تا هما يديروا نشوفوا شنو عندهم السرطان، حنا عندنا وراثي، سرطان عندنا وراثي. سرطان التدي بالخصوص. حاجه نتمنوا لها الشفاء. امين بنيتي. حاولوا تصبروها، ازمه غادي تفوت ان شاء الله. الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، الحمد لله ونشكره، اللهم لك الحمد. كنطلب من الله والمحسنين والمشاهدين يشوفوا فينا في قلب الرحمه، يحنوا علينا لوجه الله، لوجه الله، يجيو حتى يشوفوا الحاله، يجيو حتى يشوفوا حالتنا وحالة هاد البنت. راه جالسه غير انا وهي، راه بنتي ما عندهاش حتى السكنه. الله يرحم لكم الوالدين اللي شاف فيها لوجه الله، غير وجه الله، انا ما طلبت والو لوجه الله اللي شافوها في شهر الغفران، يحنوا فيها ويحنوا على هاد الوليدات. راه خمسه د الوليدات عندها، راه جهدي محدود، ما لقيت لهاش الجهد، انا ما لقيتش ليها الجهد. الحاجه نتمنوا ان المشاهدين يبارطاجيو هذا الفيديو، يتواصلوا معاهم عبر الرقم اللي ديجا حطيناه في التعاليق. الله يجازيكم بخير، ونرجعوا ليك اختي فاطمه الزهراء. ما تبكيش، ربي يكرمك. الحمد لله ونعم بالله. مازال كاينين المحسنين ذوي القلوب الرحيمه، غادي يعاونوك وما غاديش ينساوك ان شاء الله. الحمد لله، كنطلب من الله وشي محسن يشوف فيا على وجه الله، شري لي عد، وما بغات حتى شي حاجه، باغا غير الدواء. انا ما ضراني لا سكنه لا والو، غير الدواء. منين ندير بصحيحتي انا نكري لولادي وانا نوقف، انا اصلا كنبيع ونشري على ولادي من نهار عقلت انا هزه ولادي. مازال خدام؟ لا ما نقدرش، الحريق ما كيخليش تخرجي، واللي مريض بهذا المرض راه يعرف. الزوج ديالك شنو كيدير فاطمه الزهراء؟ الزوج ديالي توا على قدو، ما كراهش ليا، ما لقاش ليا الجهد، هو جهده محدود، كيقول لك انا ما لقيت ما ندير لك. ان شاء الله المحسنين كاينين ذوي القلوب الرحيمه، غادي يعاونوك ان شاء الله. والله شي محسن يحن فيا على وجه الله وهاد العواشر، انا باغا غير الدواء يشري لي غير الدواء، ما يعطيونيش يمشيو للفرماسي يشريو لي ويعطيوني انا ندخل نخلص ديك التلتاع. نشوفوك ان شاء الله، اللي بغى يجي يشوف هاد الاسره الكريمه فيجي فيا كتواجد بمنطقه سيدي مؤمن، يجيو يشوف الحاله ديالهم. راه الحاله ديالها مسكينه جد مؤلمه، كتعاني في صمت، يعني كتعاني من جوج النواحي، من جهه المرض السرطان ديال التدي، ومن جهة المنزل اللي هو قايل للسقوط، وجات حاليا كتسكن مع الأم ديالها. فكنتمنى من كل الناس اللي كيشاهدوا هذا اللايف، أولا أنكم تبارطاجيو هذا الفيديو، ثانيا أنكم تحاولوا تواصلوا معها بجدية صراحة في هذه العواشر المباركة، فهي محتاجة، محتاجاش لشي حاجة اللي هي كبيرة، محتاجة فقط أنكم تخلصوا لها الدواء. فالله يجازيكم بخير، حاولوا تجيو تشوفوها، تحيوا صلة الرحم معها، و نتمنوا لها الشفاء ان شاء الله. نتمنوا لك الشفاء اختي فاطمه. امين. الله يخليك صحيحتك اختي لهلا خطيك. كنطلب من الله ومن المحسنين اللي شافني يشوفني بقلب الرحمه يشري لي غير الدواء، ما باغا حتى شي حاجه، باغا غير الدواء لوليدات. عندي اربعه البنيات وولد، الا مت انا غيبقاو بنات وشردين. امين امين اختي، راه كنموت نهار بالنهار، نهار بالنهار كنحس بهذا الالم. الله يطول في عمرك اختي وما تبكيش، كبير الله يشافيك. امين يا ربي. مشاهدينا حاولوا تداعوا معاها، الله يجازيكم بخير.